حين لاحت الديمقراطية في سماء العراق قبل عقدين، كانت أمريكا ومن خلفها الملايين ممن تراودهم أحلام المشاركة السياسية العادلة والمساواة في المواطنة بالشرق الأوسط، يتوقون إلى ولادة العراق الجديد كأيقونة للحريات والحقوق وتداول السلطة في منطقة قلما عرفت عبر تاريخها سوى الاستبداد. وفي ربيعها العشرين لا تزال الديمقراطية نموذج الحكم المفضل لثلثي العراقيين تقريباً، على ما يظهر سبر للآراء نشره البارومتر العربي. إلا أن التشكيك بالديمقراطية ارتفع بدوره باضطراد خلال العقد الأخير، مدفوعاً وفق المعهد بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والخدمية المتعاقبة للنظام السياسي الذي انبثق منذ سقوط صدام حسين. والإخفاقات الأمنية الكثيرة التي عصفت بالعراق بدءا من القتل الطائفي في العقد الأول بعد السقوط، ووصولا إلى احتلال داعش المروع لقرابة ثلث أراضي البلاد قبل دحره في 2017، خلفت شكوكا متنامية بين العراقيين حيال فاعلية الديمقراطية كأداة لصون الاستقرار وفقا للاستطلاع. فقد زادت نسبة المشككين بنحو 50% خلال العقد الأخير. أما الإخفاقات الاقتصادية والخدمية في دولة يراها 90% من مواطنيها منخورة بالفساد بحسب الاستطلاع، فتتصدر برأي البارومتر دوافع إحباط العراقيين من نظامهم القائم منذ 2003، إذ يحمل العراقيون على ما يبدو لمؤسساتهم المنتخبة مسؤولية تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل تفشي البطالة واستشراء الترهل التنموي والخدمي. فاستطلاع البارومتر يضع ضعف الثقة بأداء المؤسسات المنتخبة كقاسم مشترك بين البيانات المختلفة في الشأنين الاقتصادي والخدماتي، بينما يتصدر العراق بحسب المعهد قوائم الدول المتبرمة من الفساد والداعمة للإصلاح عربياً. ولكن الرغبة بالإصلاح تهدد إن صدقت الاستطلاعات بإمكانية إعادة العراق إلى أحضان الاستبداد، إذ يحل العراقيون في مقدمة الداعمين عربياً لحكومة ترفع عنهم مشاكل الاقتصاد بغض النظر عن شكلها ونوعها، ويبدي 80% منهم استعداده لتقبل هكذا حكومة بجميع علاتها. وبعد النكسات المتلاحقة التي مني بها أنصار الإصلاح منذ 2019، يخشى كثيرون أن يصيب تعثر مساره الديمقراطية العراقية بمقتل. فإدخال الإصلاحات المطلوبة من شأنه وفقاً للبارومتر أن يبعث الحياة في دعم العراقيين للنظام الديمقراطي، وإلا فإن تجربتها اليافعة في العراق ستكون أشبه بجزر يزداد انحساراً قبل أن يتسنى لها أن تنضج وتشب.